هاي يا حلوين، كيفكن اليوم؟ ترى بتكونوا كلكن منيح. اليوم بدنا نحضر مع بعضنا اطيب كيك بنكهة الحامض والبلو بيري، ليمون بلو بيري كيك، بطريقة سوبر سهلة. مكونات اللي بنحتاجها كتير بسيطة، بدنا طحين، سكر، حامض اكيد، وبلو بيري، بيض، حليب، وزيت، وذاتس ات، واكيد شوية بيكنج باودر ما ننساها. حضروا هالمكونات ويلا خلينا نفوت على المطبخ. بس اكيد قبل ما نبلش هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو، سبسكرايب لقناتي، ويلا خلونا نبلش. اهم شيء كل شيء بدنا نعوزه يكون بحراره الغرفه، يعني انا البيت اللي بدي اعوزه طلعته قبل بوقت مشان يكون بالروم تمبرتشر. لهالوصفه فيكم تستبدلوا الزيت بالزبده، وفيكم حتى تستبدلوا الحليب باللبن مثل ما انتم بتفضلوا. بس اذا بتعملوا مثل ما انا كمان حاعملها هلا حتطلع معكم كثير طيبه وسوبر سوبر بيرفكت. سو هلا اول شيء بدنا نكسر البيض ونخفقه مع السكر كثير منيح ونرجع نكمل. هلا اول شيء بدنا نعمله هو انه بدنا نكسر 2 من البيض. مثل ما اتفقنا البيض بدرجة حرارة الغرفة مطلعينه قبل بوقت، وبس هنحط البيض هنضيف عليهم السكر. والحلو انه بهالوصفة، انتبهوا قلشت معنا البيضة. اوكي، سو الحلو بهيدي الوصفة انه ما في داعي نحط لها فانيلا لانه بالنهاية نحن حنعوز الحامض. سو بعد ما تكون حطيت 2 البيض حنضيف عليهم 1 كوب من السكر. فيكم اذا بتحبوا تخففوا كمية السكر، بس صراحة هو 1 كوب بهالكمية من الكيك ما تعتبر كمية كبيرة، وعم نعوز السكر الابيض العادي. كمان يلي بحب يعوز مثلا شوي عادي شوي بني كمان بتقدروا. هنضيف السكر فوق البيض وبس تنضيفهم هنخلط كتير منيح. هلا فيكم اكيد ما تعوزوا الويسك وتعوزوا الخفاقة، او فيكم تعملوا مثل ما انا عم بعمل بالويسك. بدنا نخلط كتير كتير بسرعة، ونخلط لوقت شوي طويل، يعني مثلا شي 3 4 دقايق لحتى يصير عنا الخليط بهالشكل. بتحسوا لونه صار فاتح اكتر وهيك شوي صار اكبر بالحجم من قبل. هيدا هي النتيجة اللي بدنا نوصل. بس نوصل لهيدي النتيجة بدنا هلا نضيف فوقهم برش الحامض. حنعوز حامضة وحدة نبرشها، حنضيف هلا فوق البرش الحامض حنحط 1/2 كوب من الزيت النباتي، وحنحط كمان 1/2 كوب من الحليب. مثل ما قلت لكم فيكم تستبدلوا الحليب باللبن اذا عندكم، وكمان الزيت بالزبدة. بعد ما نضيف هول حنرجع نضيف عليهم عصرة من الحامض، شوي هيك من عصير الحامض. نحنا ما بدنا كتير، يعني بدنا تقريبا ما يعادل مثلا 2 3 ملاعق كبار، لانه بالنهاية النكهة تبعيت الحامض بتجي من الزست اللي هو برش الحامض مش من الجوس. هلا بنرجع بنخلط اكيد. وهلا على هيدا الميكستشر حنضيف الطحين، بدنا 1.5 كباية من الطحين، وحنضيف كمان البيكنج باودر، بدنا ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. سو حنضيف هلا الطحين في الأول. سو هيدي 1 كباية. هلا حنحط ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، كيف ما ننسى نحط رشة من الملح. شوي نتأكد انه كل شيء على الأطراف
اندمج معنا. عندي هون البلو بيري مثل ما كن شايفين، هو اتز فروزن بلو بيريز، طلعوا ححط عليهم بس شوي من الطحين. وبعد ما حط عليهم الطحين بدي هيك اخلطهم قبل ما اضيفهم على خليط الكيك. بهالشكل بكون انا عم حاول بخليهم ما يسلطوا لتحت. سو برجع بجيب خليط الكيك اللي عندي، ححط هلا عليه ميكستشر البلو بيريز، وهلا بصير فينا نخلطهم. حنجيب هلا السباتشولا ونخلطهم بهالشكل. هيدا بنسميه فولدينج، يعني انا مثل عم بطويهم بقلب الميكستشر. لاحظوا كيف يعني تحسوا هيك في خط البيربل عم يطلع، هذا الشيء كتير حلو بدنا اياه، اكيد بيعمل لون حلو للكيك. سو عم عوز هيدا القالب، بدي قالب هيك يكون منه كتير كبير. اهم شيء انه ندهنه زيت منيح، اذا كنا عايزين نحن زبده بخليط الكيك ندهنه بالزبده، بس تدهنه كل الاطراف. ويكون القالب مثل ما قلت لكم صغير، يعني حجمه بعشرين سنتيمتر اقل بشوي، لانه نحن عم نعمل كيك صغير. ندهنه كله بالزيت، وفينا نرجع كمان نرش عليه شوية طحين. هلا بعد ما صار عنا هيك الكيك بقلب القالب، حارجع احط على الوش كمان من البلو بيريز، وعملت نفس الشيء، حطيت عليهم هيك شوية طحين وححطهم على وجه الكيك. جاهز، حطوا على الفرن ونخبزه. اول شيء الفرن انا محميته من قبل، درجه الحراره 180، وبنحطه بالرف الوسط من الفرن، بندور الفرن من فوق ومن تحت على درجه الحراره 180 مثل ما قلت لكم مع المروحه. اللي فرنه ما عنده مروحه بتدوروه بس من تحت على 180 كمان لحتى يستوي الكيك. وبعدين اذا بتحبوا فيكم تحمروا الوجه من فوق، حياخد يعني بتقولوا بين ال 40 45 او اقل حسب الفرن يلي انتو عندكم. طلعوا ما احلى الكيك، هو هلا يعني تقريبا خلص استوى. ليكوا كيف بتحسوه، هيك اخذ هذا اللون الاحمرار، رفخ وضلوا البلو بيريز على الوش لانه حطينا لهم الطحين. وهلا بعد ما برد معنا الكيك طلعوا ما احلاه، عن جد بشهي. I can't wait اني جربه، سوبر ريحته طيبه. بدنا نقلبه وصار عنا الكيك جاهز. طلعوا ما احلاه، بس انا حقلبه على الجهه الثانيه لانه بدي البلو بيريز يبينوا. حقلبه هيك، شو حلو هالبلو بيريز. حنحط عليه هلا هيك شوية سكر ناعم، بصير جاهز انه نقدمه. يعني انا وعم قص فيه عم حس قديشه طري. يا ويليكو، طلعوا هيكو من جوا ما احلاه، سوبر فلافي وبشهي. وهالبلو بيري جايين هيك من فوق بالنص، يعني منن واصلين لتحت تحت. هيدا الحلو لانه لتيناهن بالطحين. جربوا هالوصفة، بعتولي الصور على الانستغرام، واكيد لايك سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب،
بشوفكن أنا بفيديو جديد قريبا جدا. رائع، ليكو شطارية من جوا كتير فلافي وبتشهي. جربوا هالوصفة، بعتولي الصور على الانستغرام، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واذا في حيلا شي عبالكن انو جربلكن اياه حطولي بالكومنت.